تحية طيبة أعزائي المشاهدين. تدخل أفغانستان في مرحلة تاريخية هامة، وهي مرحلة نقل المهام الأمنية إلى السلطات الأفغانية، حيث ستقع مهمة الحفاظ على الأمن والاستقرار على عاتق الجيش الأفغاني. وسنقوم خلال هذا اللقاء بالتعرف على نواحي وقدرة الجيش الأفغاني على تحمل هذه المسؤولية مع ضيفنا قائد الجيش الأفغاني الجنرال شير محمد كريمي. أهلا وسهلا بك جنرال. أهلا وسهلا. أفغانستان حاليا على أعتاب مرحلة هامة، مرحلة نقل السلطة إلى الجيش الأفغاني. كيف تقيم قدرات وقوة الجيش الأفغاني، وهل هو قادر بالفعل على تولي هذه المسؤولية الكبيرة؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. أود أن أقدم خالص تحياتي لكم ولكل مشاهدي الجزيرة. إن السؤال حول نقل المهام هو سؤال هام، فالأمر ليس فقط رمزيا بمعنى أن تسلم بعض السلطات من قوات الأيساف في مناطق محددة، وأعني هنا أن الجيش الأفغاني لديه بالفعل القدرة على تولي السلطة الأمنية بشكل تدريجي. وقد أعلن الرئيس الأفغاني في 21 من شهر مارس الماضي أنه يجب علينا أن نبدأ عملية نقل السلطة في شهر يوليو تموز، ومنذ إعلان الرئيس نحن نقوم بتحضيرات مختلفة وإعداد الخطط المشتركة مع الشرطة والجيش بأقسامه مع قوات الأيساف أيضا. نحن الآن في موقع يسمح لنا بالفعل ببدء عملية نقل المهام الأمنية في مناطق محددة، ولا شك أن لديك معلومات عن هذه المناطق. لقد قمنا باختيار 7 مواقع و4 مدن و3 أقاليم حيث سنقوم بنقل المهام، وهذه المناطق لم تختر بشكل عشوائي، لقد اخترناها بناء على التطور الأمني فيها. مثال ذلك أن كل من لشكرغاه وهلمند كانت مختلفة تماما قبل 2 عامين من الآن، ونحن نريد أن نظهر لشعبنا وللمجتمع الدولي أن القوات الأفغانية الآن تنمو وقادرة على تحمل مسؤوليات نقل السلطة وقادرة على حماية الشعب والمناطق. وسنبدأ العمليات خلال هذا الأسبوع وستستمر حتى نستكمل نقل السلطات في المناطق 7 إلى الجانب الأفغاني. ستكون المسؤولية الأولى هي مهمة الشرطة، والجيش سيعمل على دعم الشرطة، ولضمان سير الدعم من قبلنا قمنا بعمل تعاون مزدوج. ولا بد أن أشير إلى شيء هام، وهو أن هذا النقل ليس فقط نقل مهام من قوات عسكرية لأخرى، بل الأمر الآن يقوم على سياسة الحكومة واستراتيجية الحكومة. سيكون الأمر أمنيا وحكوميا وتطورا لبسط القانون والسيطرة. سنعمل بأياد موحدة في هذه المناطق، فإذا فقدت الأمن والاستقرار ولم يكن لديك حكام جيدون فستبقى القوات الأمنية جالسة ومعطلة ولن تفيد الإجراءات العسكرية. لذا فنحن ننظر إلى نقل السلطات على أنه أمني واستقرار وتطور عام. لكن إذا ما نظرنا إلى الوضع في أفغانستان، في البلاد تعيش حالة حرب، والجيش يواجه حربا في كل يوم مع طالبان والحزب الإسلامي والحركات المسلحة. هل تعتقد أن الجيش بالفعل قادر على مواجهة كل هذه المجموعات المسلحة خاصة في مناطق الجنوب؟ نعم. دعني أوضح. الجيش والشرطة قد نموا عددا وعدة. الجيش أصبح لديه عداد أفضل الآن، ووصل عدد جنوده إلى 171,600، وذلك قبل الموعد الزمني المحدد وهو أكتوبر المقبل، ونحن الآن وصلنا إلى هدفنا قبل الموعد ب3 أشهر. من الناحية التدريبية الجيش لديه تدريب عال جدا، وخلال الأعوام الماضية لم يدر الجيش ظهره لأي مواجهة مع الأعداء. لقد قاتل الجيش بشجاعة وبعزة، والجيش الآن جاهز لاستلام المهام الأمنية وقادر أيضا على دعم الشرطة في الوقت الراهن ومساندة الشعب كذلك، وهو أمر
الطبيعي أن يقوم العدو بالضغط على المناطق التي ستنقل فيها المهام. لكن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ستكون قادرة على الدفاع عن هذه المناطق. هناك مناطق مثل كونر ونورستان وهي ليست مشمولة في النقل، والجيش أيضا غير متواجد فيها. فهل من تعليق؟ نحن نقاتل المسلحين في كل أنحاء البلاد، الجيش والشرطة في كل المناطق. لقد قمنا بتقسيم البلاد إلى 6 أجزاء، ولكل جزء من الجيش المهام الخاصة به، فنقل السلطة في مزار شريف، في هيرات، لشكرغاه، مترلام، كابول، بنشير وبانيام. لم يكون لهذا علاقة بالعمل العسكري في نورستان، فالقوات في نورستان ستستكمل قتالها ضد العدو، وكذلك الحال في كونار والمناطق الأخرى.